شوف شوف الصيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندر وبندر لكم مقطع جديد لعبة باتل فيلد 1 بيتا. طبعا ما توقعت ابدا ان مقطع باتل فيلد 1 يعجبكم لهذه الدرجة، فحبيت اني اسوي مقطع ثاني على انها يمكن اليوم او بكرة يتقفل حتى، فخلونا نلعب. اوكي شباب، راح نرسبن عند السي، نبغى الحصان والله، بس اخاف. يلا روح 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 قبل ما يصيدونك. روح اهرب اهرب اهرب، خلاص خلاص اهرب اهرب. طيب دحين شباب راح نبدا صيد الحيوانات. انا شفت هنا ناس، شفت هذا اول واحد. اوه لا 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 لا، دعسته كذا بالصدفه. خذ خذ. جبت اثنين. اهرب 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 في سياره، والله تفجرني انا والحصان. دقيقه دقيقه شوف. هنا ما يسب. اوه شيت مان. دقيقه. هنا في واحد شفته. شوف شوف الصيدة. ورب الناس صدفت العال. اهرب اهرب اهرب. دي ايش 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 تبغى هنا؟ ايش؟ تعال تعال. توفى توفى. لا باقي له اثنين بس. ورب التاجي. ايوه زابين. اي حيوان زابين. ياهو موت موت يا حيوان. يس موت. لما اقول لك تموت تموت. ها دلع. اصلي اصلي والله. هنا هنا الشعب زابن هنا. اوه قتلت واحد والله بالصدفة. شوف شوف الصيدة. يا جماعة شمع خلاص. مولتي كل. ايش ده؟ اول مره في حياتي اصيد طائر. عندي مهمه اني لازم اوصل الانسولين. ايش بندر الانسولين؟ تفهمون دقيقه بس. طيب شباب الانسولين هو انك تعطيه ابره كذا. موت موت موت. ما يموت الابره، حسب انها تموت. اوكي اصلي اصلي. ايش ذا؟ ايش هذا؟ بسم الله الرحمن. ايش؟ اوه الدبابه ناقصه حقك. خذ خذ مدكه. تصيق امه انت بدر. تصيق امه. تعمل ايه؟ اوه والله كذب يا جماعه. جنبت تقريبا من عنده. يمدي وهو يمشي كذا يلف كذا. هذا السلاح اللي عندي اسميه سلاح سبرايز ماذر. ليش؟ دحين اقول لكم ليش. لانه يجب عليك الانسداح في الوقت المناسب والطلق في الوقت الانسب. تعطيها الانسداحة بعدين تعطي امه كذا. اما 14 دمج. لا لا ابغى على انسان اوريك انا 14. يجي 514. شوفوا تعطي كذا بعدين تعطي. والله حرام والله كذب يا جماعة. دقيقة. شوفوا هذا هو ما يسمى بالسلاح السبرايز ماذر. ما قتلوا ما قتلوا. خذ. اوكي خلينا نسويها مره ثانيه عشان احنا نفاجئ العدو. اصلا من الاصل نواجه العدو او نفاجئه زي ما يقولون. فهنا هذا العالم اكيد عنده ناس اكيد، فتعطيها كذا بعدين تعطي امه كذا وتخير السلاح. اوكي ما شاء الله. ايش قاعد تسوي يا حلو؟ هذا هيد شوت لعيونك. هيد شوت. في واحد ثاني في واحد ثاني. لا ما صدته ما صدته. اوه يس مات مات. بس انك كان نفسي اقتله والله بس لعابه. انني منتكب انهم يطلقون علي. اوه في حصان في حصان. كمون بيبي كمون. ليتس جو. شوف 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 شوف.
لا 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 قوية عدي يا بندر حد قوية. يعشق ليش تعشق ليه؟ الله يلعن دروجي 50 واحد يطلق علي. انا وش سويت بقى؟ اوكي شوف لازم في بار اوف فيل لازم تكون مروق. اهم حاجة لا تتوتر امام العدو واعطيها كذا يعني هو لا ليته. فين وين يا شيخ؟ مت بالقطار قتل انسداحة غات ام كذا اضرب ام. دقيقة سوي تطلق علي يا حيوان. دقيقة في واحد يسوي على ام سنايبر. شوف تعطي امه كذا بعدين اعطي ابوه اعطي ام كذا اعطي واحد ثاني بقى واهرب بقى. هو الفكرة انك تعطي وتهرب اوكي بس والله دمجت كثير يعني. والشباب التيم وورك اهم شيء. هاي يا خرا انا جاي اهجم عليك تهجم علي بس الدبابه. والله تعطيني الدبابه. اختصاصي لا ادمر القطار فحن تدمير. لو اعطيت لنا واحد ثاني ترون اوكي خلاص يلا انا اوري امه القطار دحين خلاص واعطيها هذه للطائره كذا خلاص بس عليها اعطي امه. تعال اتس يو اند مي مطفكر. واهرب اهرب اهرب اهرب. جالس يطلق علي. استغفر الله العظيم. دمرت امها. تعالي يا انزل لي هنا يا حيوان. انزل لي هنا. ادعس قلت راح ادعس. اهرب. يا برنس يا كوتش دمرت القطار تدمير. دقيقة اهرب. شوف لازم تعطيها الزبنة وتصلح القطار. قلت لكم عليا. تعال اقول لك تعال. تدمرني يا حيوان تدمرني انا. كل ما اجي تقتلني خذ. ها وربي دمجت تدميج ابن كلب. وانت ايش في امك تاخذها؟ دمروني ها. والله ما تمشي والله وانا موجود. ما تمشي طلق على كيفك. ها خذ هذه الطلقة من عندي يا حيوان يا كلب. خشوا علي. اهرب. شوف تعطيها كذا واهرب. وتعطيها برضو كذا دخل امه كذا هنا واهرب. ربي اصلي حظك. خذ يا رجال تبغى تدمر فريق يا حيوان وانت خذ. استغفر الله العظيم ناس تجيب المرض. شباب لعيونكم هذه لعيونكم. اعطوني لايك. نحن قريبون من الفوز. ثلاثة اثنان واحد نص ربع 0.5 لا 0.05 صفر فزنا. يس اوكي اتمنى انكم استمتعتم. لا تنسوا تقيمون المقطع وتعطوني لايك ونشوفكم على خير في امان الله. السلام عليكم.